من ابرز اغانيه للا يما كيفم كيفم
حبيب الله محمد الكورنر وله ألبومات عديدة ببصمة الإبداع، خريج كلية الحقوق، كذلك كما قلت له مبادرات جميلة ورائعة وطنيا وكذلك في مجموعة من الدول الأوروبية. شكرا أيضا للفرقة الموسيقية الحاضرة، كل باسمه وصفته يبدعون هنا فوق المنصة ضمن فعاليات النسخة الحاجرة العاشرة للمهرجان المتوسط للناظور. أشكركم إخوان ديالي أخوات ديالي أيها الحضور الكريم على تلبيتكم للدعوة، على دعمكم تحفيزكم تشجيعكم لمختلف التظاهرات القيمة الجادة الهادفة، تظاهرات الفنية والثقافية والترفيهية. المهرجان المتوسط للناظور إحداها. يسعى هذا المهرجان حضارة السادة إلى ذلك من أجل تواصل فني بين مختلف الفنانين من نجوم الأغنية المغربية والدولية، كذلك من أجل تواصل إنساني بين الجمهور وبين مختلف الفاعلين المساهمين في كل نسخة من نسخ المهرجان المتوسط للناظور. ولذا اسمع أكيد نتفاعل بحب بتقدير بإعجاب وبحماس كبير. إنه الفنان المحبوب القدير والكف والإنسان الرائع والجميل إسماعيل بنعوش. ديما كنقول المغاربة ساكن لهم المغرب في المسكن في العالم، إذا مرحبا بهم، كنتمنوا إن شاء الله عطلة سعيدة بأرض الوطن رفقة الأهل والأحباب. اسمحوا لي أيضا حضراتي السيدات والسادة في البداية أن أتقدم بجزيل الشكر ووافر الامتنان، شكرا للسلطات المحلية، شكرا لرجال الأمن الوطني، شكرا لعناصر القوات المساعدة، شكرا للوقاية المدنية، شكرا للصحافة الوطنية الجهوية المحلية المرئية المسموعة المكتوبة والإلكترونية، شكرا للجمهور الحبيب. قبل أن نبدأ على بركة الله هذه الأمسية الممتعة، أتمنى لكم رفقتها أوقات سعيدة والفرجة والسعادة. أيضا سأتيح الميكروفون اللحظة للجمعية المنظمة لهذا الحدث الفني الثقافي الذي يتحاور من خلاله أو تتحاور من خلاله مدينة الناظور مع العالم بلغة الفن بلغة الإبداع هنا والآن بهذه الساحة الجميلة بكورنيش الناظور وعلى ضفاف هذه البحيرة الرائعة بحيرة ماتشيكا. الكلمة لرئيس الجمعية المتوسطية للتنمية المستدامة بالناظور السيد عمر خليفي، مشكورا والشكر لكل أعضاء المكتب الإداري. الحضور الكريم مساءكم سعيد، باسم الجمعية المتوسطية للتنمية المستدامة بالناظور يشرفني أن أتقدم إليكم جميعا بكل عبارات الشكر والتقدير لتفضلكم بالحضور في فعاليات الدورة العاشرة من المهرجان المتوسط للناظور والمنظم تحت شعار الدائم الناظور في لقاء مع العالم من اليوم إلى غاية يوم الأحد القادم. إن هذه الدورة العاشرة تصادف أيها الحضور الكريم ذكرى مرور ربع قرن على اعتلاء صاحب الجلالة نصره الله عرش أسلافه المنعمين بحكمة ملك وجدارته في خدمة شعبه الوفي بكل شغف وتفان وعزيمة. كما أن فعاليات هذه الدورة تصادف أيضا ذروة عودة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج والتي تصر دوما على ربط أواصر القرابة والمحبة لهذه الأرض الطيبة التي تجمعنا تحت كنفها وتمنحنا حب ترابها وعشق هوائها. أيها الحضور الكريم، لقد حاولنا جاهدين في الجمعية المتوسطة للتنمية المستدامة أن نقدم في هذا المهرجان فقرات متنوعة وتنظيما محكم حتى تمر الأمور على أفضل ما يرام. وبالطبع فإننا نتقدم بالشكر الجزيل لكل شركائنا الذين اشتغلوا ولازالوا يشتغلون معنا لإنجاح هذا الحدث الفني المتميز. ونخص بالذكر السيد عامل إقليم الناظور والسيد رئيس مجلس إقليم الناظور وكذا السلطة المحلية، الأمن الوطني، القوات المساعدة وكذا الوقاية المدنية، بالإضافة للمنابر الإعلامية المحلية والوطنية والدولية وكل من قدم يد العون من قريب أو بعيد. شكرا لكم مرة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.